أتذكرين؟ لا والله، أنت؟ لا والله. هكذا حدثنا عن هذا الشيء. أتذكرين؟ ألف سردة وسردة معي أنا لقمان ديري. سوريا لي، سوريا لك، سوريا إلنا كلنا. الناعوسة والناموسة. وداهمتني الناعوسة فهرعت إلى سريري مسرورا، وكيف لا أكون مسرورا، فأنا سأنام الآن، سوف أرتاح وريح على اعتبار أنه نوم الظالم عبادة. لكن حسابات البيدر لم تنطبق على حسابات السوق، ففي تلك اللحظات كانت هناك ناموسة تحلق في أجواء غرفتي، وما إن حط جسدي على مدرج السرير كي ينام حتى حطت الناموسة المحلقة في الأجواء على مدارج جسدي. ومع الوخزة الأولى طارت الناعوسة من مدارجنا، وبدأنا بتعقيم مكان الوخز بواسطة الفعل الحراري اللا إرادي والذي نسميه الحك. وبلشنا نحك، وبعد أن انتهينا من تعقيم مكان الوخز بالحك حتى كانت الناموسة تحط في قرنة أخرى من جسدنا الحبيب وتضرب بقوة فيه لنعود ونحك على أساس أنها مجرد ضربة ضربتين وانتهت الأفلام لتبدأ بعدها الأحلام. لكن الناموسة أبت أن تحل عن جسدنا وضربتنا ضربة ثالثة موجعة في مكان صعب ومؤثر انشغلت يدنا فيه لدقيقة كاملة كي تصل إليه. وبدأ الفيلم يا شباب، الناموسة تضرب ونحن نحك، ثم بدأنا نضرب بدورنا على الناموسة كي نسحقها، لكن هيهات، فالضربات كانت تنزل على جسدنا كالمهدات، وتحت رأسنا قلقت المخدات، ومن رأسنا وجسمنا طارت الناعوسة واحتلت مكانها الناموسة. وجلست أترقب العدو الغاشم، ودهنت جسمي بكل أنواع المراهم السامة منا والمخدرة، القاتلة والمدمرة، المطفشة والمدهورة، لكن هيهات يا فلان، فالناموسة لم تمت ولم تطفش ولم تتدهور ولم تتدمر. فجلست بكامل حواسي ساهرا على أحوال الأمة أكثر من كاظم، وأنا أحك وأحك حتى ظننت نفسي جربانا بعد أن كنت أعتقدني فهمانا، وما بين الفهمان والجربان فرق شاسع، بل إنني ظللت أحك وأحك حتى جاءني دور في مسلسل بدوي، ولكنني رفضت الدور وتابعت الخور وأشعلت الأنوار وبحثت عن الناموسة في الأجواء، لكن هيهات يا صاح، فالناموسة صغيرة ومموهة ومن الصعب أن تراها. لكن ليس من الصعب أن تتكيف معها، كأن تقرصك وتنام، أن تخزك وتشخر، يعني أن تتمتع بقلة الأحساس وتستيقظ في الصباح لتجد جسمك وقد صار أحمر ومخك صار أحمرين، وتأكل وتنعس وتعود إلى النوم وتهش بذيلك الناعم على الناموس المهاجم، وتنام نوم الحمير وترى في أحلامك أنك أمير. ويا سمو الأمير، هات سمعنا هالأشعار، ويا حضرة الساهرين قولوا يا عين على هذا الشعر الزين. ثم اخترعوا لك قاتلات الناموس من لمبات زرقاء وبخاخات باف باف باف، ووضعوا على سريرك حصنا منيعا سموه بالناموسية كي يطرد الناموس من حياتك. فنمت قرير الذيل وأغمضت العينتين وريحت وارتحت على اعتبار أنه نوم الحمير يسعد الشعير، ونوم البعير يسعد النوق العصافير، وأنه أهم شيء أنه الكونديشن شغال والعباد عم تنشوى شوي تحت شمس آب اللهاب، وأهم شيء أنه الكونديشن شغال والعباد عم تنشوى شوي تحت شمس آب اللهاب، ودهنوك بالدراهم لأنك بتحب أكثر من المراهم، وما تنسى علبة المحارم وأنت ترتكب المحارم، وها هو الناموس قادم كي يوقظك ومن غرقك ينقذك. لكن هيهات يا صاح، راحت علينا وراحت عليك، الناموس ما عاد له خبزة بمخدعك، حتى أنه مل منك وطار وحط بغير مطار، فالزمن زمن النوم ولو ما النوم سلطان. وإيش رأيك بهالقصيد؟ زين؟ ما قصرت، انفحوه 100,000 دينار، انفحوه. هكذا حدثنا عن دمشق.
كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي. هذا البرنامج من إنتاج راديو سوريالي 2015.